إذن السلام عليكم. وصلت باك فاسيل، ترحب بكم اليوم مع الميكانيك أو دروس الميكانيك قوانين نيوتن الجزء الأول. فالجزء الأول غنطرقوا المحاور التالية، غنهضروا على نسبيات الحركة وغنشرحوا أشنو هو الجسم المرجعي، مفهوم الموضع، مفهوم السرعة، مفهوم التسارع. غنناقشوا الحركة المستقيمة المنتظمة والحركة المستقيمة المتغيرة بانتظام. وفي نهاية الدرس غنديروا إن شاء الله تطبيق. فالجزء الثاني غادي نهضروا على القوانين ديال نيوتن الثلاث والقانون تاع نيوتن بزاف وتقنيات الاسقاط ومعلم فريني. اذا نسبيات الحركه في الفيزياء، ملي كنقول واحد الجسم يتحرك ما يمكنش نقول يتحرك او لا نقول في حاله حركه ونقول في حاله سكون ونحبس، لابد ان نقول مثلا الجسم اكس متحرك بالنسبة ل Y. نشرحوها بطريقة بسيطة. إلا خدينا مثلا صديقين مثلا راكبين في حافلة، أنت والصديق ديالك، أنتما داخل حافلة، بالنسبة لك راه الصديق ديالك يعتبر في حالة سكون، ولكن بالنسبة لشخص آخر واقف على الرصيف كتعتبر الصديق ديالك في حالة حركة. إذا الحركة نسبية. ما معنى نسبية؟ يعني بالنسبة لي، بالنسبة لمن؟ يعني ملي كنقول هذا الجسم هذا في حالة حركة، في حالة حركة خصني نقول في حالة حركة بالنسبة لمن هو في حالة حركة، أو لا في حالة سكون بالنسبة لمن هو في حالة سكون. هذاك الجسم اللي كناخذو بالنسبة لمن كيتسمى الجسم المرجي، المرجعي لو ريفيرونسييل، الجسم المرجعي. ناخذ مثال بسيط، ناخذ مثلا الشمس كجسم مرجعي. الشمس كجسم مرجعي، إذا جينا نشوفوا مثلا الأرض، الأرض تعتبر في حالة حركة بالنسبة للشمس، الأرض تعتبر في حالة حركة، الأرض في حركة. إلا خدينا شخصين داخل مصعد، إلا خدينا المصعد كجسم مرجعي، فالشخصين في حالة سكون، الشخصين في حالة سكون، أو لا الشخص، إذا كان شخص واحد داخل المصعد، الشخص هو في حالة سكون. إذن نسبية الحركة هو أننا ما نقدروش نقول بأن واحد جسم هو متحرك أو لا في حالة سكون إلا ما قلناش بالنسبة لمن، وذاك المن اللي كنناقشو بالنسبة ديالو الحركة أو السكون هو الجسم المرجي، المرجعي. هذا غير فيما يخص أمور ديال المعارف العامة. إذا ناقشو المواضيع، مفهوم المواضيع. المتحرك جسم S متحرك يتغير موضعه بدلالة الزمن، موضعه يعني المكان ديالو يتغير موضعه بالنسبة للزمن. وعندي ثلاثة ديال الاحتمالات. إذا كان الجسم يتحرك وفق بعد واحد، يتحرك وفق بعد واحد مثلا كناخذو محور وكندير هنا محور اكس وكنديرو اكس لي تي، يعني ان اكس او الفصول اكس يتغير بدالة الزمن. ناخذ الاصل هنايا، فواحد اللحظة تي واحد الجسم ديالو يوجد هنا في الموضع اكس واحد، فواحد اللحظة تي جوج مثلا يوجد في الموضع اكس اثنان، وفواحد اللحظة تي ثلاثة يوجد في الموضع اكس ثلاثة. اذا كنلاحظو بان الموضع اي المكان يتغير بدالة الزمن، فيصبح اكس يرتبط بالزمن، نكتب اكس تي. وإلا خديت مثلا الموضع ام هنا تكون المتجهة او ام تساوي ببساطة اكس فوا ماذا؟ فوا اي، اللي هي المتجهة الواحدية التي تميز لدي، التي تميز لي محور ديال الافاصيل. اذا متجهات الانتقال كتساوي اكس فوا اي لما يتحرك الجسم وفق بعد واحد.
الى خديتو يتحرك ويبقى بعدين. اذا انا محتاج الى معلم ديال الافاصيل اكس ومعلم ديال اراتيل الاكراك. تصبح اكس بدلاله الزمن اكس لتي وايكريك بدلاله الزمن ايكريك لتي. وانا الجسم مثلا في واحد اللحظه كاين في هذا الموضع، كاين في هذا الموضع. اذا الى بغيت انا الموضع ديالو يتعين علي ان احدد افصوله اكس واحدد ارتبه ايكريك، واكس يتغير بدلاله الزمن. يعني في واحد اللحظه الجسم هنا، في واحد اللحظه اخرى هنا، في واحد اللحظه اخرى هنا، تصبح هنا اكس لتي وايكريك تصبح ماذا؟ ايكريك لتي، اي ان اكس يتغير بدلاله الزمن ويجري يتغير بذات الزمن، وتكون متجهات الموضع ان هي ببساطه اكس فوا اي زائد ايكغيك فوا جي. بطبيعه الحال اي هي المتجهه الواحديه، يعني المنظومه ديالها كتساوي واحد التي تميز محور الفاصيل، والمتجهه جي هي المتجهه الواحديه التي تميز محور الاراتيل. الحاله الثالثه، اذا كان الجسم يتحرك في الفا في الفضاء، هنا الحركة مستوية. ما معنى مستوية؟ تتحرك في فقاع بعدين، يعني فوق المستوى، مثال المستوى ديال السبورة. هنا الحركة مستقيمية، تتحرك في فقاع بعد واحد، وفق مستقيم، هنا حركة مستقيمية. إذا كانت الحركة تتم في الفضاء، يعني عندي معلم إكس، و معلم فيه ثلاثة الأبعاد إكس وإيكغيك وزد. إذا هنا أو إن ستساوي إكس فوا إي زائد إيكغيك فوا جي زائد زد فوا كا. بطبيعة الحال المتجهات الواحدية إي جي كا هي المميزة لمحاور المعلم إكس أو إكس وأو إيكغيك وأو زد. إذا هادو هما متجهات الإنتقال، هذه في حالة حركة مستقيمة وفق بعد واحد، هذه في حالة حركة مستوية وفق بعدين، يعني حركة تتم في فوق مستوى، وهذه حركة وفق ثلاثة أبعاد، يعني حركة تتم في الفضاء. الآن ملي فهمنا مفهوم الموضع، الموضع هو المكان الذي يوجد به المتحرك في لحظة معينة. غنناقشوا الآن مفهوم السرعة. مفهوم السرعة مفهوم سهل، إلى جينا نناقشوه فهو سهل الفهم. لاحظ انا اخذ متحرك يتحرك وفق بعد واحد، ردوا معايا البالي يا التلاميذ الاعزاء. دونك هنا انا اخذ محور، انا اخذ او محور ديال الافاصيل اكس تتغير بدايه الزمن، غيكون عندي في واحد اللحظه الجسم ديالي في الموضع اكس واحد، وهذا في اللحظه تي واحد، ثم في واحد اللحظه يكون في الموضع اكس جوج، وهذا الشيء في اللحظه تي جوج. اذا السرعه في ببساطه هي ماذا؟ هي المسافة على الزمن، المدة الزمنية التي قطعت فيها هذه المسافة. المدة الزمنية التي قطعت فيها هذه المسافة واضح، هي تي جوج ناقص تي واحد. دونك هنا اش غادي ندير؟ غادي ندير تي جوج ناقص تي واحد. وإلا بغيت المسافة، المسافة ببساطة هي اكس جوج ناقص اكس واحد. إذا هذا هو ماذا يمثل؟ هذا هو دي لي اكس، يعني لا فاريسيون أو لا التغير ديال اكس بالنسبة للزمن، ديال اكس على ديال تي اللي كنسميوها اختصارا اكس بوان. إذا هذا هو مفهوم السرعة، مفهوم السرعة هو تغير المكان ديال اكس بتغير الزمن، هذه هي لا نوسيون ديال الفيتاس، لا فيتاس. دونك هذا هو مفهوم السرعة. أعيد، إذا كان عندي جسم ديالي في موضع اكس واحد، كاين في موضع اكس واحد، في واحد اللحظة تي واحد، ثم من بعد هو يتحرك، إذا يتغير الموضع ديالو. يوجد في موضع اكس جوج ولكن في لحظة تي جوج، إذا سرعته هي اكس جوج ناقص اكس واحد، هنا تي جوج ناقص تي واحد. إذا خديناها براتيكمون، مثلا سيارة كاينة في أكادير، مثلا على الساعة 8 صباحا، ووصلت إلى مدينة مراكش مثلا على الساعة 12 صباحا، مثلا. إذا السرعة، إذا بغينا هنا السرعة في، فهي تساوي المسافة الفاصلة بين أكادير ومراكش، المسافة سيبوزون مثلا 300 كيلومتر، مسافة أقل تقريبا، على ماذا؟ على المدة الزمنية كاين هنا هي 4 ساعات، فبالتالي في هذه الحالة غنلقى الساعة بالكيلومتر في، غنلقى عفوا السرعة بالكيلومتر في الساعة. تفصلوا، السرعة هي دائما المسافة على مدى على الزمن، السرعة هي المسافة على الزمن. إذا
هذا فيما يخص مفهوم السرعة، مفهوم التسارع. مفهوم التسارع غلق نفس الشكل ودائما ندخل فيه في بعد واحد. اذا في اللحظه تي واحد غادي نتخيل بان الجسم ديالي كيتمشى بواحد السرعه في واحد، وفي واحد اللحظه تي جوج الجسم ديالي كيتمشى بواحد السرعه في جوج. اذا هنا ما بين اللحظه تي واحد واللحظه تي جوج تغيرت السرعه، تغيرت السرعه، دونك في واحد تخالف في جوج. اذا في اللحظه تي واحد كان واحد المتحرك يتحرك بواحد السرعه، وفي اللحظه تي جوج تحرك بسرعه اخرى. التسارع نرمز له ب ا، يعني الاكسيليراسيون، الاكسيليراسيون. اذا ا هي اش؟ هي في جوج ناقص في واحد على ماذا؟ على تي جوج ناقص تي واحد. بمعنى اخر تغير السرعه بتغير الزمن، فنكتب دي في على دي تي، يعني مشتقات السرعه، وتكتب عندنا اختصارا في بوان. هذا هو المفهوم ديال التسارع، لا نوسيون ديال الاكسيليراسيون. هكا كتشرح يعني ان التسارع هو تغير السرعه بتغير الزمن. حنا في الدارجه كنقولوا الموتور اكسيليرا او الطوموبيل اكسيليرا، وكتعني لنا انه راه زاد في السرعه. في الفيزياء الاكسيليراسيون او التسارع هو تغير السرعه، سواء تغيرت السرعه بزياده او بنقصان، ليس مهما. ان فوا تغيرت السرعه راه عندي تسارع، تغير السرعة هو التسارع. إذا جاوب الله كانت في واحد كتساوي في جوج، يعني هنا السرعة ثابتة. ملي غادي نجي ندير أ ديلي في على ديلي تي، وغنكتب في جوج ناقص في واحد على تي جوج ناقص تي واحد، أنا عندي في واحد كيساوي في جوج، لأن تكون عندي صفر مهما تكون هاد دلتا تي. إذا الأكسيليراسيون تساوي صفر، لأنه ليس هناك تغير للسرعة، ليس هناك تغير للسرعة لما تكون السرعة ثابتة. التسارع كيساوي صفر، وهذا واضح، لأن أ هي دي لي في على دي تي، بمعنى آخر مشتقات السرعة. إذا كانت السرعة ثابتة، إذا كانت في كونسون السرعة ثابتة، إذا أوتوماتيكمون دي لي في على دي تي تساوي صفر. نعلم دائما أن المشتقة ديال شي حاجة ثابتة راه كتساوي صفر، معنى ذلك أن التسارع أ منعدم، أن التسارع منعدم. أتمنى أن يكون تلاميذنا الأعزاء فهموا جيدا مفهوم التسارع. الآن سنمر إلى حركة مستقيمية منتظمة. إذا أش كتعني لي حركة مستقيمية منتظمة؟ إذا حركة مستقيمية كتدينا لواحد الحاجة ديال واحد المفهوم اللي كيتسمى المسار. حركة مستقيمية معناها أولا، هاد مستقيمية تعني لي أن المسار مستقيمي. شرط أول، مسار مستقيمي. مسار مستقيمي ضروري هادي. حركة مستقيمية منتظمة معناها مسار مستقيمي. معنى مسار مستقيمي أن المتحرك يتحرك وفق مسار مستقيمي، يكون أفقي، يكون رأسي، يكون مائل، المهم الحركة ديالو عندها اتجاه واحد، عندها اتجاه مستقيمي، يكون هذاك المستقيم أفقي، يكون رأسي، يكون مائل، لا يهمني، المهم أن المسار مستقيمي، يعني أن الطريق ديالو نيشان، بحال مثلا القطار، القطار نورمالمون تكون له مسارات مستقيمية، القطار تكون له مسارات مستقيمية، مثلا من أجل نوع من الفكاهة ورسميتو، الخنزير أو الحلوف تكون الحركة ديالو مستقيم، يعني الخنزير ما كيشوف له هكا راه كيمشي نيشان، دونك مسار مستقيمي. ماذا أيضا؟ كلمات منتظمة. كلمات منتظمة شكون هذه اللي منتظمة؟ منتظمة متى تكون الحركة منتظمة؟ لما تكون السرعة ثابتة. مثلا شي واحد سايق الطوموبيل ديالو بسرعة 8 كيلومتر في الساعة، ما كتزاد ما كتنقص، السرعة ثابتة، في السرعة ثابتة، معناه في كتساوي اي كونستونت. اذا تحقق هذين الشرطين، مسار مستقيمي وسرعه ثابته، نقول ان الحركه مستقيميه منتظمه. اعيد، اذا تحقق الشرطين ان المسار مستقيم، يعني الطريق نيشان كما قلنا، سواء كانت افقيه او كانت عموديه او كانت مائله، ليس مهما، المهم ان المسار مستقيم، يعني لديه اتجاه واحد،
إذا الحركة المسار مستقيمي، كيبقى لي السرعة. إذا كانت السرعة ثابتة في كتساوي كونستونت، هاد الشرطين كيضمنوا لي أن الحركة مستقيمية منتظمة، وهادي هاد في كتساوي كونستونت غادي تمكنني نجبد المعادلة الزمنية في حالة حركة مستقيمية منتظمة. أنطلقوا من أن في، نحن نعلم أن في هي دي ليكس على دي تي. إذا هاد أسميتو باش دي ليكس على دي تي هي في، إذا دي ليكس غتساوي اش في فوا دي تي. هي باش تبان لكم التلاميذ الأعزاء، غنكتبو حنا دي ليكس على دي تي تساوي في، واضح؟ ثم غنطلع دي تي لهنا، غتبان لي دي ليكس تساوي في فوا دي تي. هنا غندخل تكامل او اصليه، دي ليكس تساوي في فوا عفوا تكامل في دي تي، بما انه في حاله حركه مستقيميه منتظمه، بما ان في كتساوي كونستونت، بما ان في كتساوي كونستونت، اذا يمكن لي نخرج هاد في على برا، غتبان لي دي ليكس تساوي اش في تكا الاصليه ديال دي تي. دونك هنا اذا الاصليه ديال دي ليكس هي اكس، هنا في الاصليه ديال دي تي هي تي بليس واحد لا كونستونت دائما. اذا لا كونستونت ترتبط بلحظه تي تساوي صفر، لا كونستونت ترتبط بلحظه تي تساوي صفر. اذا الا عطيت لهاد تي القيمه صفر، اش يولي هذا؟ غيولي هذا اكس زي اكس زيرو، يعني اكس في لحظه تي تساوي صفر، وغنلقى اكس زيرو تساوي لا كونستونت. معنى ذلك ان اكس غتولي تساوي ماذا؟ في اكس غتولي تساوي ماذا؟ في فوا تي زائد ماذا؟ زائد اكس زيرو. وهذه هي المعادله التي تميز الحركة المستقيمية المنتظمة. غنعاود لكم أيها التلاميذ الأعزاء، انتبهوا معايا الله يخليكم، نعاودوها ما فيها بس. قلنا دي ليكس على دي تي تساوي ماذا؟ تساوي السرعة في. إذا غنطلعوا دي تي لهنا، دي ليكس تساوي ماذا؟ تساوي في فوا دي تي. الآن ندخل التكامل، دي ليكس أو أصلية هو في فوا دي تي، بما ان في ثابته، ثابته لماذا؟ لانني اعرف ان عندي حركه مستقيمه منتظمه، والشرط باش تكون حركه مستقيمه منتظمه لابد ان تكون السرعه في ثابته. اذا يمكنني نخرج في من داخل الرمز ديال التكامل، غنكتب دي اكس تساوي في تكامل دي تي، الاصليه ديال دي اكس هي اكس، وهنا في الاصليه ديال دي تي هي تي، وساضيف لكم لا كونستونت. اذا لا كونستونت الثابتة ترتبط باللحظة تي تساوي صفر. إذا إلا عطيت لهاد تي القيمة صفر، سيصبح ماذا هذا؟ سيصبح إكس زيرو، واش ولا لا؟ يعني سيصبح إكس في لحظة تي تساوي صفر، لأن كل ما كنغير تي يتغير الموضع إكس، ففي لحظة تي تساوي صفر الجسم كان في الموضع اكس زيرو سيساوي لا كونستونت، معنى ذلك ان اكس زيرو هي لا كونستونت. اذا كتولي المعادله ديال الزمن اكس لي تي، يعني بدايه الزمن هي ماذا؟ في تي بليس ماذا؟ بليس اكس زيرو. وهذه هي المعادله التي تميز الحركه المستقيميه المنتظمه. اذا الفقره ما قبل الاخيره، وهذه هي المهمه بزاف لان دائما كتعطى في الامتحانات الوطنيه، الحركة المستقيمية المتغيرة بانتظام، وبعد ذلك سنمر إلى التطبيق. إذا ما معنى أيها التلاميذ الأعزاء حركة مستقيمية متغيرة بانتظام؟ إذا حركة مستقيمية معنى دائما أن المسار مستقيم، هذا شرط ضروري باش نهضرو على حركة مستقيمية، خاص يكون مسار مستقيم. كلمة متغيرة بانتظام، ما الذي يتغير بانتظام في الحركة المستقيمية المتغيرة بانتظام؟ الذي يتغير بانتظام هو السرعة، السرعة تتغير بشكل منتظم خلال الزمن. معنى هذا الشيء ماذا؟ بلا ما نطول عليكم، أن التسارع ثابت، التسارع ثابت. أ أي لاكسيليراسيون كتساوي كونستونت.
إذا إلى جينا نهضروا على حركة مستقيمة منتظمة اللي شفنا قبيلة، عندي مسار مستقيمي وسرعة ثابتة، ولكن إلى غنهضر على حركة مستقيمة متغيرة بانتظام، عندي مجددا مسار مستقيمي ولكن هذا المرة شكون اللي ثابت؟ التسارع ثابت، التسارع ثابت. إذا غنطلقوا من هذه القضية هذه باش نجبدوا المعادلات التي تميز الحركة المستقيمية المتغيرة بانتظام. كنعرف بأن أ هي الديليفي على دي تي، يعني التسارع هو تغير السرعة بتغير الزمن. معنى ذلك أن أ هي ديليف عفوا معنى ذلك أن ديليفي كتساوي ماذا؟ كتساوي أ فوا ديلي تي، تو سامبلومون طلعت هذه هنا. إذا هنا غندير رمز ديال التكامل، ديليفي هي أ ديلي تي. أشنو كنعرف الآن؟ كنعرف بأن أ كتساوي كونستونت، علاش؟ لأن الحركة مستقيمية متغيرة بانتظام، وهذا شرط لازم وضروري باش تكون الحركة مستقيمية متغيرة بانتظام. أ كتساوي كونستونت لأن الحركة مستقيمية متغيرة بانتظام. إذا بما أن أ ثابتة يمكن أن نخرجها، دونك ديلي في غتساوي أ ديلي تي. إذا الأصلية ديال ديلي في هي في، و أ الأصلية ديال ديلي تي هي تي، وسأضيف دائما لكم لا كونستونت. هاد لا كونستونت ترتبط بلحظة اللي تساوي صفر، سي تي أو لا كونستونت ترتبط بلحظة تي تساوي صفر. إذا إلا عطيت لهاد تي القيمة صفر، هادي ماذا ستصبح؟ ستصبح في في لحظة تي تساوي صفر، أي ببساطة في زيرو. إذا أوتوماتيكمون غنلقى نجد ماذا؟ نجد أن في زيرو كتساوي لكم لا كونستونت، أي أن الثابتة هي السرعة البدئية، هي السرعة في لحظة تي تساوي صفر. كنلقى في كتساوي أ تي زائد في زيرو، هذه المعادلة الأولى، وهذه مهمة جدا. وهذه معادلة السرعة، هذه معادلة السرعة إمتى؟ في حالة حركة مستقيمية متغيرة بانتظام، هذه معادلة السرعة. إذا غنطلقوا منها باش نلقاو ما يسمى بالمعادلة الزمنية للحركة، نطلقوا منها، انتبهوا أيها التلاميذ الأعزاء. أرجو أنكم تنطيوا هذا الشيء وتحفظوا، هذه مهمة جدا، هذه ضروري أنكم تحفظوها، حتى لو ما عرفتوش البرهان أو ما حفظتوش البرهان، اللي مهم جدا هو أنكم تحفظوا هذا على القلب. إذا كما قلنا غنطلقوا من معادلة السرعة في كتساوي ا تي زائد في زيرو. اذا غادي ندير هنايا تكامل، اذا التكامل ديال في تي، اذا هنا اذا الاصليه ديال في هي ماذا؟ الأصل لأن في أشنا هو؟ باش يبان لكم في أشنا هو؟ هو ديليكس على دي تي، واش ولا لا؟ في هي ديليكس على دي تي، إذا أش تبان لي هنا؟ تبان لي إكس، إكس بداية الزمن، الأصلية ديال أ فوا تي، أ يمكن ليها تخرج على برا أ، وغيبان لي هنا تي، والأصلية ديال في زيرو هي في زيرو، واخا نخليها بش بعد لحظة، دونك الأصلية ديال تي مع الأصلية ديال إكس، إكس فرية ديال الأصلية ديالو هي واحد على اثنان إكس تساوي اثنان. اللي ما عرفش هادشي لا بدي يشوف جدول الدور الأصلية بنفس الطريقة، الأصلية ديال تي هي واحد على اثنان تي يساوي اثنان. إذا هنا إكس لي تي هادي أش غتعطيني؟ واحد على اثنان تي يساوي اثنان فوا غتولي واحد على اثنان أ تي يساوي اثنان. الأصلية ديال في زيرو هي في زيرو فوا تي، وسنضيف لكم لا كونستونت. مجددا لا كونستونت الثابتة ترتبط بلحظة تي تساوي صفر. الشروط الذاتية. إذن إلا عطينا لهذه تي القيمة صفر، هنا عطينا لهذه تي القيمة صفر، عطينا لهذه تي القيمة صفر، سيصبح هذا إكس في لحظة تي تساوي صفر، يساوي ماذا؟ يساوي لا كونستونت، هي التي ستبقى. معنى ذلك أنني سأجد إكس زيرو تساوي لكم لا كونستونت. إذن الثابتة ما هي إلا الأفصول البدئي، أي الأفصول في لحظة تي تساوي صفر، وتصبح عندي المعادلة الزمنية إكس لي تي هي واحد على اثنان ا تي يساوي اثنان زائد في زيرو تي
زائد اكس زيرو. دونك هذه معادلة مهمة جدا. ثم المعادلة ديال السرعة اللي شفنا قبل لحظات في تي كتساوي ار تي زائد في زيرو، هاتين المعادلتين هما اللتان تميزان الحركة المستقيمية المتغيرة بانتظام. أرجو أن يكون واضحا. سنمر إلى تطبيق بسيط. إذا تطبيق أخذ متجه يكون متحرك ام في معلن غليلي، شي مهم بزاف تفاصيل او اي جي كا، حيث احداثيات متجهات المواضيع او ام كالتالي. ناخذ احداثيات متجهات المواضيع، ناخذ ام، ناخذ احداثيات اكس لي تي، ايغريك لي تي، زد لي تي، وناخذ مثلا هنا سيبوزون ربعتي وستنا مثلا زائد 3 تي، هنا ناخذ مثلا ناقص 4 تي، وهنا ناخذ مثلا 2. اذا هنا السؤال الاول اللي ناخذه مثلا اعطي احداثيات متجهات السرعه في، ثم احسب قيمه في لحظه مثلا تي كتساوي 1 سكوند. عندي نفس السؤال بالنسبه لمتجهات التسارع، نطلب احداثيات متجهات التسارع، احداثيات متجهات التسارع ا، ثم احسب قيمه التسارع ا في اللحظه، دائما لحظه تي تساوي 1 سكوند. اذا هنا احداثيات متجهات السرعه شنو هما؟ هما تو سامبلومون في اكس و في ايكغيك و في زد. شكون هي في اكس؟ هي دي اكس على دي تي. وشكون هي في ايكغيك؟ هي دي ايكغيك على دي تي. وشكون هي في زد؟ هي دي زد على دي تي، بمعنى اكس بوان ايكغيك بوان و زد بوان. يعني باختصار غنشتاقوا هذه باش نلقى في اكس، غنشتاق هذه باش نلقى في ايكغيك، ونشتاق هذه باش نلقى في زد. اذا في اكس هي دي اكس على دي تي، دونك المشتقه ديال 4 تي اس 2 هي 8 تي، والمشتقه ديال 3 تي هي 3، وغنلقى دابا في اكس اللي هي 8 تي زائد 3، يمكن نقولوا متر بار سكوند في ظروف معينه. دونك في الايكغيك، في الايكغيك هي دي الايكغيك على دي تي. اذا المشتقه ديال ناقص 4 تي هي ناقص 4 4، دونك ثم دي زد على دي تي، في للزد هي دي للزد على دي تي، دونك كتعطيني المشتقه ديال الاثنان هي صفر، دونك دائما متر بار سكون. اذا هادو هما الاحداثيات ديال متجهات السرعه اي في اكس و في ايكغيك و في زد. الان القيمه ديال السرعه، القيمه ديال السرعه في العلاقه تعطيني جذر ديال في اكس اسي 2 زائد في ايكغيك اسي 2 زائد في زد اسي 2، ولكن قال لي في لحظه تي تساوي 1. اذا في لحظه تي تساوي 1 غتولي هنا 8 في 1 8 زائد 3، غتولي عندي 11 متر بار سكوند، هذه في اكس 1 11 متر بار سكوند، بينما القيمه ناقص 4 ثابته في كل لحظه، في كريك 1 هي ناقص 4 بار سكوند، ثم في زد هي 0 في كل لحظه ثابته حتى هي. اذا هنا غيولي عندي جذر في اكس قلنا 11 اس 2 ناقص 4 اس 2، القيمه اللي تخرج نخليكم تحسبوها بلا على حسب التلاميذ الاعزاء، غتكون هي بالمتر في الثانيه، نضيفوا صفر و سيدنا لن يغير من الموضوع شيئا في اكس. دونك القيمه اللي تخرج لنا هنا هو تمثل قيمه السرعه في لحظه تي تساوي 1 سكوند. ارجو ان يكون واضحا. اراني الان متجهات التسارع. اذا متجهات التسارع الى بغينا ا اكس هو دي لي في اكس على دي تي، احداثيات متجهات التسارع، احداثيات متجهات التسارع هما ا اكس و ا يغريك و ا زد. اذا دي في اكس على دي تي و دي في يغريك على دي تي، ثم لا ديريفي ديال في لي زد بالنسبه لي زد.
إذا أكس بالنسبة لي أكس المشتقة ديال 8 تي زائد 3 هي 8. أ إي المشتقة ديال ناقص 4 هي 0، و أ زد المشتقة مجددا هي 0. إذا هنا هادو هما إحداثيات متجهات السرعة إحداثيات متجهة التسارع عفوا تساوي بالمشتقات إحداثيات متجهة السرعة. وإلا بغيت القيمة ديال التسارع في لحظة تي كتساوي 1 سكوند كنلقى بأن القيم ثابتة كلها ثابتة، هذا معناه أن التسارع ثابت في هذه الحالة، التسارع ثابت. إذا تو سامبلومون غتولي عندي أ إكس أوسي 2 زائد أ إيكغيك أوسي 2 زائد أ زد أوسي 2، إذا جذر لي 8 أوسي 2 زائد 0 أوسي 2 زائد 0 أوسي 2 يعني يعطيني 8 متر على الثانية أوسي 2. كنتمنى أن يكون كل شيء واضح. وصلت بك فصيل، أشكركم على انتباهكم وترحب بتعليقاتكم وانتقاداتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.